توافق الزعامات، واليوم اكو رؤيه داخل الاطار، هناك رؤيتان، الاولى تذهب لاختيار رئيس الوزراء عبر التوافق، يعني مو توافق، لا هم يتوافقون عليه. رؤيه القانون مستندا على العدد، النسبه العدديه، يريد التصويت. اذا ذهبوا اتجاه التصويت ستكون لصالح القانون، ولكنهم لن يذهبوا، سيذهبوا اتجاه التوافق وهكذا. والان سربت المعلومات ان الاليه اللي حكوا عليها النواب دوله القانون من اربع ما تمشي، ما تمشي، وثق القانون هم راح يتوزعون. العمر الافتراضي انا ما اريد اجزم لك، وقايلها مسجله ومنشور على صفحتي اكثر من اشهر، انا قايلها كثير بهاي الدوره راح تنبئنا بنهايه فعاليات سياسيه وشخصيات سياسيه، ومن ضمنهم السيد المالكي لن يكون له وجودا في المرحله المقبله، ليس المرحله المقبله قبل الشهر المقبل، لا هذه الدوره الجايه، هاي الدوره نهايتها بعد ما له وجود السيد المالكي. ائتلاف القانون يبقى، لكن تعرف انت ذهاب شخص المالكي، احنا عندنا ناس عامه، نعم، ذهاب سيد مقتدى الله يطول عمره عن التيار يفلش للتيار، ذهاب سيد المالكي عن القانون يفلش للقانون، وكذلك السيد الحكيم وهكذا.